الاقصى الزنايدي البارح في بلاغ عادينا الصفحه دي كان جاهز بالله. السي الزنايدي عرق البارح اكد مره اخرى انه راه لا اعترافه ناخذوا له الصفحه اذا كان جاهزه كامله، لا اعتراف مجددا بالانتخابات، هذا ذكرناه حتى في المقدمه، ولكن هذا نقرا اجمالا الموارد لانه حتى رد على تصريحات رئيس الحمله الزمال هي في حكم المنحله الان اللي هو، ولكن هذا نقرا بعض ما فيها بس بعض ما جاء فيها. نحن الان يا ساده المشاهدين في اطار عرض جمله المواقف الداعمه والرافضه، واحنا كصحفيين لوجوش على الكلب اللي عض المواطن، لوجو على المواطن اللي عض الكلب، تقولوا لي عاش مركزين مش مركز على ما تعرفوش بالطبيعه اجا نركزوا احنا نشوفوا، ولكن احنا عدينا. ايش يقول سيد الزنايدي؟ المترشح منذر الزنايدي صرح بذلك علنا وبكل وضوح انه لا يعترف بكامل مسار انتخابي بعد ان تم الانحراف به اثر رفض تطبيق القرارات النهائيه والبات للمحكمه الاداريه وسحب اختصاصاتها من النزاع الانتخابي، وأن مقاربته مختلفة تماما لأنه متشبث بالطعن في كامل المسار لا في النتائج فقط، انطلاقا من مبدأ ما بني على باطل فهو باطل. يقول نستهجن تصرفات الحقيرة لمن دأب على بيع الذمة والأكل على كل الموائد والسعي المحموم للتقرب من السلطة وتقديم فروض الطاعة والولاء لها ومقايضتها عبر كيل التهم لمن أربك ترشحه منظومة الشعبوية وساهم في تعرية عجزه وفشلات. فنشوف شكون يقصد هذاك. يؤكد مجددا على عدم اعتراف السيد منذر الزنايدي وفريق عمله بكامل مسار انتخابي وما أفرزه من نتائج، فلا شرعية لمن ألغى المنافسة ولا خير يرجى من منظومة قامت على الإقصاء وإلغاء الديمقراطية، ولن تثنينا هرولة الجبناء عن مواصلة النضال سلميا وقانونيا وديمقراطيا من أجل حق التونسيين في انتخابات نزيهة وشفافة وتعددية. إذا كان جاهز كلمة الأستاذ نوفل سعيد شقيق قيس سعيد الذي أصبح متصدر المنابر الإعلامية نسمعه كلمته، مهم جدا نسمعه. أنا أكدت على مسألة هو أنه مرة أخرى التشكيك في الانتخابات وفي النتائج نتاع الانتخابات بعد استيفاء الطعون القانوني ومواصلة التشكيك فيها يعني يطرح أكثر من سؤال. هنا تولي المسألة قد ومنش هذايا تولي تمس أمن دولة كامل وأمن شعب كامل، راهو ما يمكنش بكل بساطة لإنسان جاي من منظومة العشرية السوداء هذه اللي فات ولا من ما قبل 17 ديسمبر أن يحكم البلاد، ما ينجمش هناك استحال استحال. نعم أستاذ هلا، هو تسمعين أستاذ هو ينصح قال قد 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 راه تمشي خايبة الأمور خايبة يشكك، واللي يجي قبل العشرية السوداء وقبل 17 ديسمبر ما يمكنش أنسوه. اسمح لي يا أستاذ، أولا يعني من هو حتى ينصح؟ معناه ماذا بيه كان يوري ضوء العينيه، من هو حتى ينصح؟ لو كان جينا في دولة بالحق ديمقراطية وتحترم نفسها وقت اللي يخرج خو رئيس الدولة ويتكلم بالطريقة هذه من المفروض كل القوى الديمقراطية تستهجن وتستنكر. من هو حتى يخرج يعطينا دروس أصلا؟ بالكش هو معناها جاي من المريخ ولا من كوكب آخر ولا جاي من بلاد أخرى؟ معناها شكون هو؟ وتونسي كي توانسة وإحنا توانسة عنده الحق في النشاط السياسي أستاذة، سامحني عنده الحق في النشاط السياسي إذا كان عطوه صفة، عنده الحق في النشاط السياسي وقت اللي يكون خوه رئيس جمهورية، سامحني عاد إذا كان عنده صفة، لو عنده صفة، لو عنده صفة رسمية، لأنه احنا شفنا منابر إعلامية حكوا على زوجة أخت زوجة الرئيس، نقلوا خبر على أخت زوجة الرئيس، أخت زوجة الرئيس التي تدافع عن الكناطرية حتى لين السيد يعني المسؤول عن الديوانة هرب من البلاد والإطارات هربت من هذه البلاد والقضاة هربوا من البلاد ورؤساء المراكز في الأمن هربوا من البلاد ووصلنا إلى حالات انتحار، يعني شنو وين ماشيين بيه؟ وين ماشيين بيه؟ اللي بيه باش تعطينا لنا احنا دروس يا أستاذ
شقيق الرئيس يعني وري ضو به العينيك انت، وانصح الراجل انه يمشي سايب المعتقلين السياسيين ويعمل ربي في باله ويرى الله في تلك البلاد وفي شعبها ويتقي الله فيما يفعله. يا سيدي واحنا لم ناتي من العشريه ولا من قبل 17 اللي يحكي عليها، ومع ذلك عندما نقدنا هرسلونا ونكلوا بينا شنو ما عادش نقولوا معاكم كلمه في البلاد ولا كيفاش تعملوا على كيفكم واحنا نسكتوا ونقعد نتفرجوا فيكم ولا كيفاش؟ لم ناتي من العشريه السوداء ولسنا اصحاب مناصب ولا يعني صفات حزبيه في العشريه اللي هو يحكي عليها، ولو ان هي ماهيش سوداء ما هو اسود هو اللي قاعد يحصل تويكا في بلادنا. من هو حتى يعطينا دروس هذا الرجل؟ من المفروض كان سكت على روحه كان خير له. ثم احنا قاعدين نشوفوا يعني في المسارات اللي قاعده في الشيء اللي قاعد يصير معناها شنو معناها؟ ما عندناش الحق معناها احنا نطعنوا ولا نقولوا انه المسار هذا غلط ولا شنو الموضوع بالضبط؟ سيدي الكريم لا يرهبنا ما يقوله هذا الرجل ولا ترهبنا ما تقوله هذه المنظومه. لكن خطاب سيده هاله اعذريني على المقاطعه في خصوص السيد نوفل 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 السعيد، هو يحكي على التهدئه يعني انتم انتقدتم سابقا خطابات النرفزه وكل نتاع الكرونيكورات هذيك اللي اعصابها في الهواء، هو يحكي على التهدئه وضروره مرحله التهدئه مش باهي هذا؟ التهدئة يا أستاذ يعني شفناها من كيفاش افتتح الخماسية الثانية باتهامات يعني موجهة إلى الجميع بتكوين الوفاقات الإرهابية وما إلى ذلك، شفناه في بطاقات الإيداع اللي في الناس ديجا محبوسة هي المرأة ويزيدوها بطاقة إيداع أخرى، شفناه في ضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم في شارع الحبيب بورقيبة وتهديدهم وايضا وعدهم انه هذا سيكون اخر تحرك في شارع الحبيب بورقيبه، وايضا يعني يوصل يعني يوجهوا لهم خطاب من نوع انتم لستم اهل للحريه وانتم لستم اهل للمسؤوليه، انتم ماكمش نتاع الحريه، يعني فين بلادي يصير الشيء هذا؟ كان عندنا احنا يظهر لي نسمعوها نسمعوها احنا البارحه يا استاذه هاله ديما نقص عليك معذره كل مره تجيب لنا معلومات نسمعوها اخر مره هذه.